السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل العاصفة الثلجية التي اجتاحت الغوطة الشرقية يقوم ناشطون بحملة اسمها حملة دفيني. طبعا هذه الحملة تشمل الألبسة الشتوية ومادة الحطب بتوزيعها على المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية. طبعا هذا جزء من المواد التي يتم تحضيرها الآن ومن ثم توزيعها على المدنيين. Ya está bueno.